كابتن اسامه الف مبروك. نادي الاهلي يواصل عروضه الجيده والحمد لله، يعني العلامه الكامله حتى الان مع مستر كولر من بدايه الدوري، من بدايه ماتش الاتحاد المنستيري في كاس افريقيا، ختاما بمباراه اليوم امام الداخليه. الحمد لله، مباراه في المتناول. النادي الاهلي ادى بشكل جيد، جاب 4 اهداف، ولكن الواحد لما يقعد يتفرج على المباراه يبقى زعلان شويه. ان خلصت 4 بس؟ طبعا، لا بجد والله. النهارده يعني بكل بساطه وسهوله كانت المباراه ممكن تنتهي 6 او 7 اهداف بسهوله جدا. احنا الكلام ده ما قلناهوش بعد المباراه. احنا لما اتسالنا كلنا بين الشوطين قلنا النادي الاهلي لو هادي شويه كان الشوط الاولاني خلص 5-6. في فوقان من بعض اللعيبه وعلى راسهم طبعا نجم المباراه كريم فؤاد. في سهوله اختراق في دفاعات الداخليه الغير منظمه تماما. النهارده النادي الاهلي بسرعات اللعب اللي انا قلت لك، الراجل واضح مستر كولر مركز جدا على سرعه ايقاع اللعب، ولكن وان كنا بنقول احيانا بنبقى محتاجين الهدوء النسبي في وقت معين وانت كسبان، انك تجمع الكوره بالسيطره والاستحواذ ثم تلعب في المساحات الفاضيه. ويمكن انا اشرت ان الشوط الاولاني من كتر سرعه ايقاعه مجدي قفشه وبرونو سابيو ما كانوش عارفين يجروا سرعه الايقاع لانها وصلت لـ4 في بعض الاحيان. ولكن تعال للشوط الثاني، مجرد ما الامور ابتدت تتفتح اكتر، مجدي قفشه بكل بساطه عشان هو لعيب كوره وعنده رؤيه وصل اللعيبه للجون بتاع 6 7 مرات. يعني الجونين بتوع كريم فؤاد الثالث والرابع مجدي قفشه مودين فراد كامل. طبعا تحرك جيد جدا من كريم فؤاد، ولكن انا بوريك ان سهوله ان واحد ما بيقف وعنده رؤيه وبيحط الكره في مساحه الواحد هو والجون. كورتين هدفين ورا بعض، اكتر من كره لشريف، واحده البيرسي تاول ما نزل لو كان خدها مره واحده لما تيجي لما نشوف في اعاده الحالات وكده، بس بيرسي تاو سابها. بيرسي تاو اول ما مجدي لعبها له بيمينه على كده الجون خلاص. هو نفسه مجدي ابتدى حالته تتحسن، ففي واحده عدى من نجيب وسدد، رضا السيد طلعها كويس، واحده بعديها تسديده. يعني انا اقصد ان اللعب لما هدي، اللعب لما هدي وبقت فيه مساحات كتيره، مجرد ان عشان مجدي بقول لك لعيب بيعرف يقف على الكوره وشايف بيودي اي تمرير بيودي واحد هو جون انفراد. ففي حاجات اتغيرت الشوط الثاني، فنتيجه كبيره. طبعا هي كبيره كاربعه، انت كسبان 4، ولكن على الماتش وعلى اداء النادي الاهلي وعلى الثغرات الكتيره جدا اللي كانت في فرقه الداخليه سواء في الدفاع سواء في وسط الملعب، لانهم عايزين يمشوا يجاري النادي الاهلي في رتم ايقاعه، وده ما كانش مناسب ليهم تماما. يعني انت حتى مش عارف يلم نفسه، يعني انت في وقت وانت مغلوب ماشي انا عايز اعوض، بس لازم ابقى لامم نفسي شويه واعرف وضعي ايه بالنسبه للفرقه الثانيه. هو عايز يجاري الاهلي بسرعه الايقاع بتاعته فبيروح بعد الكور مش خطر بس بيروح بعدد وسرعه، بس في المقابل انت اتفتحت تماما في خط ظهرك، ولولا عنايه القدر يعني توفيق اللي هو او عدم التوفيق او التوفيق اللي جالك انت ان الاهلي ما يستغلش عدد الفرص الكبير جدا جدا اللي خلقه، ان النادي الاهلي جاب 4 اجوان بس. يعني انا بقولك بكل بساطه وسهوله النهارده النتيجه 6-7 يعني بالمستريح. يعني فمبروك للنادي الاهلي، اداء جيد، وان كان في بعض اللعيبه طبعا ادائها عالي قوي، في بعض اللعيبه ما كانتش ظهرت بالمستوى، نتمنى يبقوا في مباريات ثانيه احسن. وتحيه خاصه طبعا لكريم فؤاد النهارده، يعني بيبتدي يقول انا ممكن ابقى راجل اساسي في فرقه النادي الاهلي.